حجم تطور وازدهار الأوطان يقاس بالإنجازات العلمية، وهي سمة عالمية وأداة لبيان مكانة الدول على الخارطة وميداناً للسباق والظفر. في المملكة العربية السعودية تعددت الجهود العلمية في مختلف المجالات، ومنها الجانب الصحي، حيث كان الاهتمام منذ البدايات التي عانت نقص الموارد وشح الكفاءات المحلية. لكن سرعان ما تبدل الحال إلى أن باتت هذه البلاد موطناً ومنارة يقتدى بها حين الحديث عن المستوى الطبي والصحة العامة. يعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أولى المستشفيات الحكومية التخصصية وأبرزها، حيث دعت الحاجة آنذاك إلى وجوده لمجاباة الحالات المرضية المعقدة والدقيقة، عوضاً عن إرسالها إلى الدول المتقدمة طبياً. وقد وضع حجر أساسه جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز طيب الله ثراه في العام 1390 هجرية الموافق للعام 1970 ميلادية. وبعد 5 أعوام افتتحه جلالة الملك خالد بن عبد العزيز طيب الله ثراه، وتحديداً في 12 من شهر ربيع الثاني عام 1395 هجرية الموافق 23 من أبريل 1975 ميلادية، وحظي على مدى 4 عقود بدعم لا يتوقف من ملوك هذه البلاد. تلك هي البدايات، واليوم يعرف بالمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعد أطوار من التقدم والتميز، حيث يقدم خدماته الطبية عبر منظومة من اللوائح والسياسات التي تضع المريض في مركز الاهتمام. هذه المؤسسة الطبية العريقة تحوي كافة التخصصات الطبية المعقدة، وقد سجلت حضوراً دولياً في التميز والنجاح في الجوانب الطبية والبحثية، لا سيما وأنه يحوي مركزاً بحثياً متخصصاً في هذا الشأن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح المؤتمر السعودي الدولي عن الآفاق الجديدة في زراعة الأعضاء. زراعة الأعضاء من البرامج والتخصصات التي عرفت وارتبطت بمستشفى الملك فيصل التخصصي، فعلى مدى 4 عقود تمثلت النجاحات والإنجازات الطبية وكانت وثيقة التأكيد والانفراد. برنامج زراعة الكلى يعد أول برنامج لزراعة الأعضاء في المستشفى، والذي انطلق في عام 1981 ميلادية، وبعده تلت البرامج الأخرى. فهذا البرنامج وخلال 34 عاماً قد أجرى 2521 عملية زراعة، منها 360 للأطفال. وفي عام 2014 ميلادية تمكن المستشفى من زراعة 175 كلية، بلغ نصيب الكبار 144 زراعة، فيما كان نصيب الأطفال 31 زراعة. وقد جاء زراعة 28 كلية من متبرعين متوفين دماغياً، و147 كلية من متبرعين أحياء، ونسب نجاح بلغت 98%، إضافة إلى زراعة 2 بنكرياس. كما يحتل برنامج زراعة الكلى للأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أحد مراكز الصدارة على مستوى العالم من حيث عدد الزراعات السنوية، والذي يقدر ب30 زراعة، في حين يتراوح عدد زراعات المراكز العالمية المتخصصة للأطفال ما بين 20 و25 زراعة سنوياً. في هذا البرنامج تتراوح أعمار الأطفال المصابين بالفشل الكلوي والذي خضعوا للزراعة ما بين 2 و14 عاماً، وتعد زراعة الكلى لهم من العمليات الدقيقة والكبيرة في ذات الوقت، لأنها تتطلب مهارة وعناية فائقة ومكثفة من الفريق الطبي
قبل وأثناء وبعد العملية نظراً لصغر حجم الأوعية الدموية للأطفال وتداخلها. فأصغر الحالات الناجحة سجلت لطفل يبلغ من العمر سنتين ولم يبلغ وزنه 9 كيلو. الحقيقة والحمد لله كانت نتائج أعداد عمليات زراعة الأعضاء بالذات في زراعة الكبد للأطفال وزراعة الكلى للأطفال وزراعة النخاع العظم للأطفال، نقدر نقوله بكل فخر بأنها من المراكز الرائدة عالمياً، إن لم تكن الأولى فهي الثانية أو الثالثة على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة في عدد عمليات الزراعة زي ما ذكرت للأطفال، سواء كانت زراعة الكبد للأطفال أو زراعة الكلى أو زراعة نخاع العظم. وأيضا أؤكد الحمد لله النتائج العلمية لهذه العمليات هي مشابهة للنتائج الموجودة في المراكز العالمية، وأنا الحقيقة الحمد لله فخورين بهذا الإنجاز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في خدمة المرضى وأن تستمر هذه الخدمات الطبية التخصصية. فكما هو معروف أن زراعة الأعضاء تتطلب فريق كامل من الفرق الطبية، سواء كان من أطباء أو ممرضين أو فنيين أو خدمات مساندة، وهذه والحمد لله كلها كفرق موجودة في التخصصي ولهم خبرات الحمد لله كبيرة، ومعظمهم الحقيقة الحمد لله من السعوديين، الكوادر السعودية الموحدة. تاريخياً يأتي برنامج زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية ثانياً بعد برنامج الكلى، حيث كانت بدايته في عام 1984 ميلادية، وهو اليوم يقف على مشارف حاجز 5000 عملية. عمليات زراعة الخلايا الجذعية تعد العلاج الأفضل، وفي كثير من الأحيان هي العلاج الشافي الوحيد بعد الله لبعض الأمراض المستعصية والميؤوس من شفائها، مثل اللوكيميا بأنواعها، سرطان الدم، فقر الدم اللانسيجي، الأورام الليمفاوية، سرطان نخاع العظام المتعدد، أمراض نقص المناعة الوراثية، اضطرابات التمثيل الغذائي. دم الحبل السري للأطفال المواليد من أهم مصادر الخلايا الجذعية التي يمكن زراعتها للحالات التي لا يتوفر لها متبرع مطابق من أفراد أسرة المريض. ولهذا يمتلك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بنكاً وطنياً لتخزين وحدات دم الحبل السري والخلايا الجذعية مع معالجتها وحفظها وفق أعلى معايير الجودة المطبقة عالمياً. ولهذا يقع المستشفى التخصصي ضمن أكبر 5% من المراكز الطبية في العالم من ناحية عدد حالات زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية للأطفال خلال الأعوام 10 الماضية، وفقاً للمركز العالمي لأبحاث الدم وزراعة نخاع العظم بولاية مينيسوتا الأمريكية. برنامج زراعة القلب يأتي ثالثاً بعد الكلى والخلايا الجذعية من حيث النشأة، فقد كانت بدايته في عام 1989 ميلادية، ويصنف بأنه الأكثر نشاطاً على مستوى المملكة خلال ربع قرن مضى، حيث تجاوزت العمليات حاجز 200 عملية وبنسبة نجاح تقدر ب 89%، وهي نسبة تتجاوز متوسط نتائج نحو 250 مركز قلب في 45 دولة، تشمل مراكز القلب المتقدمة على مستوى أمريكا الشمالية وبعض المراكز الأوروبية المرموقة التي تندرج تحت مظلة الجمعية الدولية لزراعة القلب والرئة المعروفة اختصاراً بـ ISHLT. التميز الذي لحق ببرنامج زراعة القلب عائد إلى كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية والفنية التي يمتلكها مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بالإضافة إلى وجود البنية التحتية المتميزة والمتكاملة من حيث جاهزية غرف العمليات والعنايات المركزة وما يتبعها من خدمات تخصصية ذات مستوى عال تتوافق مع البرامج والعمليات النوعية. ويضاف إلى جملة النجاحات في برنامج زراعة القلب انفراده بزراعة القلب للأطفال دون سن 14 عاماً، التي تعرف بصعوبتها
مقارنة بالزراعة للبالغين، حيث كانت أصغر حالة زراعة للطفل يبلغ 11 عاماً، مع التأكيد على أن البرنامج لديه القدرة على الزراعة للأعمار الأقل، إلا أن عدم توفر المتبرع المناسب لهذه الفئة هو العائق الوحيد دون إجراء العملية. وقد تمكن خلال عام 2014 من إجراء 26 زراعة قلب بمعدل ارتفاع بلغ 73% عن العام السابق، ليسجل حضوره ضمن أعلى 22% من مراكز القلب العالمية في عدد زراعات القلب السنوية. أما برنامج زراعة الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، فقد تمكن من إجراء 123 عملية زراعة في عام 2014 ميلادية بنسبة نجاح بلغت 90%، من بينها 79 زراعة للكبار و44 زراعة للأطفال، فيما بلغت نسبة الزيادة في عدد الزراعات مقارنة بعام 2013 7%. البرنامج أنشئ في عام 2001 ميلادية، وقد أجرى الزراعة لمختلف الفئات العمرية ابتداءً من الأطفال الرضع في الشهور الأولى من العمر، لكن غالبية العمليات والتي تقدر ب 65% أجريت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. ويشهد البرنامج تطبيق أساليب جراحية وعلاجية متطورة، من ذلك تبني الاستفادة من كبد المتبرع المتوفي دماغياً وفصله إلى جزئين، ومن ثم زراعته لمريضين مختلفين. واستفاد من هذا الأسلوب 19 مريضاً بنهاية عام 2014 بنسبة نجاح عالية، كأول مركز طبي في المملكة يطبق هذا الإجراء النادر. كما استخدم البرنامج تقنية المناظير لاستئصال جزء من كبد متبرع بالغ من خلال فتحات صغيرة في أعلى منطقة البطن، وإخراج الجزء المستأصل عبر شق جراحي صغير أسفل منطقة البطن، ومن ثم زراعته للطفل الذي يعاني من فشل كبدي. وقد استفاد من هذه التقنية 35 حالة، من بينهم 23 خلال العام الماضي. العامل الأهم هو الحمد لله راحة المرضى، وأن المريض يعمل العملية يعني بين أهله وذويه، ففيها راحة للمريض نفسه ولأقاربه وعائلته، وهذا الحمد لله احنا حقيقة نسعى أنه تكون يعني الرعاية المقدمة للمرضى على مستوى عالي وبما يتطلع له المرضى بصورة عامة. ووسط برامج زراعة الأعضاء التي يحويها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يأتي برنامج زراعة الرئة الذي يعد الوحيد من نوعه في المملكة والمنطقة منذ إنشائه عام 2003 ميلادية، بحصيلة بلغت 70 زراعة، منها 10 عمليات أجريت خلال عام 2014. ومن التقنيات المتقدمة التي يمتلكها البرنامج تقنية تروية رئة المتبرع خارج الجسم، والتي تقوم بإعادة تهيئة الرئة غير الصالحة للزراعة التي لا يستفاد منها عادة بسبب وجود سوائل محتقنة داخلها، والتي تحدث في نحو 60% من حالات المتبرعين المتوفين دماغياً. وتقوم التقنية بإزالة السوائل المحتقنة من الرئة، ومن ثم تزويدها بمحاليل علاجية ومضادات حيوية لإعادة تهيئتها. وفي إجراء يستغرق نحو ساعتين، يتخلله اختبارات لفحص مدى صلاحية الرئة للزراعة حتى يتم تجهيز المريض لزراعة الرئة. وتتفوق نتائج عمليات زراعة الرئة بالاستفادة من هذه التقنية على الزراعة المعتادة بسبب القدرة الكبيرة للجهاز على إعادة تهيئة الرئة لاسترجاع وظيفتها الحيوية بمستوى ممتاز. في عام 2010 ميلادية أنشئ بنك العظام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وقد حقق أرقاماً كبيرة بزيادة عدد عمليات زراعة العظام إلى أكثر من الضعفين خلال العام الماضي، وذلك إثر إجرائه 178 عملية. كما يعد بنك العظام الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يحوي على قرابة 500 وحدة عظمية تشمل أحجاماً متنوعة من العظام والأوتار المستأصلة من العديد من المتوفين دماغياً. وتأتي هذه الاستجابة من المتبرعين بعد تفعيل برامج التبرع بالعظام
وزيادة الوعي بأهميتها في الأوساط الطبية. ولهذا وصل المستشفى التخصصي إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وليس ثمة حاجة لاستيراد العظام الطبيعية أو الصناعية المكلفة مادياً من الخارج. لما قارنا التكاليف بين المستشفى عندنا في مستشفى الملك فيصل التخصص ومركز الأبحاث والمراكز الخارجية، كان التوفير المادي حتى في هذه العمليات ما يقارب 30% أقل التكلفة في المستشفى التخصصي عن ما هو موجود في المراكز العالمية، وبالذات المراكز اللي موجودة في أمريكا. برامج طبية نوعية ذات كفاءة عالية تزخر بها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وتفخر بها البلاد كون تلك المساعي والجهود تهدف إلى خدمة المواطن ورفعة الوطن. هذا العمل الحثيث عبر برامج زراعة الأعضاء المختلفة لا يعكس الجودة والكفاءة الطبية العالية فحسب، بل يقف خلفه عطاء وبذل إنساني نبيل، ما يسهم في عودة المرضى إلى الحياة من جديد فاعلين ومؤثرين في الراهن والمستقبل بإذن الله، فضلاً عن المردود والأثر الاقتصادي، إذ تساهم هذه النجاحات المحلية في توفير مبالغ طائلة للاقتصاد الوطني عند مقارنة إجرائها للمرضى السعوديين في الخارج. هنالك حاجة كبيرة للتوسع في برامج زراعة الأعضاء بصورة عامة، سواء في التخصصي أو في المراكز الطبية الأخرى المتخصصة في المملكة. وكما هو معروف أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم الكبير والمستمر من الدولة أيدها الله، وبجهود العاملين المخلصين في المؤسسة حقق على مدى السنوات الماضية وعلى مدى الحقيقة 35 سنة الماضية نتائج وخبرات كبيرة فيما يخص برامج زراعة الأعضاء.